بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة أقدمها لكم من برنامج متابعات إخبارية. يسير ركب الحياة وفق ديناميكية الزمن، والأخبار التي يتداولها الناس سواء كانت محلية أو عالمية ما هي إلا قصص وحكايات يدونها البشر في سجلات الذكريات، ونحن بدورنا نرصد ونعاين ما يدور في محيطنا وننقلها لكم أولا بأول في برنامج متابعات إخبارية، فابقوا معنا. نظمت مجموعة من الفنانين العراقيين في البصرة فعالية لرسم أعمال فنية تصور مشاهد الحرب التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، والتي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت بعض اللوحات المرسومة من خيال الفنان وبعضها الآخر من واقع ثبت في الأذهان، ولم تقتصر المشاركة على الكبار فقط ولكن الأطفال حضورهم المميز. ويقول الفنانون إنهم نظموا هذا الحدث تضامنا مع الفلسطينيين في القطاع المحاصر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة النووية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث أكملت بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات بولافا من البحر الأبيض نحو ساحة القتال كورا في شبه جزيرة كامتشانكا. وأضافت الوزارة أنه تم إطلاق الصاروخ بشكل طبيعي من موقع تحت الماء، مضيفة أن إطلاق الصواريخ الباليستية هو المرحلة الأخيرة من التجارب التي تجريها الدولة على أن يتم اتخاذ القرار بعد ذلك بناء على قبول الغواصة من قبل البحرية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب نيبال وبلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر إلى 157 قتيلا وأكثر من 197 جريحا. بدوره زار رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال دهال المناطق المتضررة من الزلزال برفقة الأطباء والعاملين الصحيين والأدوية ومواد الإغاثة، والتقى بالأسر المتضررة، حيث أمر الوكالات المعنية بأولوية أعمال البحث والإنقاذ والإغاثة. عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد مهمة استغرقت 5 أشهر على متن محطة الفضاء الصينية. وقالت وكالة الفضاء الصينية إن كبسولة العودة لمركبة تشانشو 16 التي تقل على متنها رواد الفضاء هبطت في موقع دونغ فانغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية شمالية الصين. وأكدت الوكالة أن رواد فضاء تشانشو 16 في حالة بدنية جيدة وأن المهمة تمت بنجاح. أهلا بكم من جديد. يتم عرض مقتنيات الصحفية الإذاعية باربرا والترز البالغة قيمتها 8 ملايين دولار في مدينة نيويورك قبل مزاد مباشر الأسبوع المقبل. وتشمل أبرز المعروضات في المزاد لوحة جون سينجر سارجنت بعنوان المرأة المصرية، وخاتم من الألماس من هاري وانستون، وثلاثة أزواج من الأقراط مصممة خصيصا لوالترز من قبل الصائغ الأمريكي جويل روزن
سنتل، وسيقام المزاد المباشر في السادس من الشهر الجاري. وفي محاولة مشاهدين لضمان بقاء الحياة البرية التي تقع في قبضة الإتجار غير المشروع وازدهارها، دخلت خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية FWS في شراكة مع رابطة حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية AZA لإطلاق شبكة تجريبية لمصادرة الحياة البرية في جنوب كاليفورنيا. وستبقى معظم الحيوانات المصادرة في حدائق الحيوان أو أحواض السمك، ولكن يمكن إطلاق البعض منها مرة أخرى إلى البرية إذا سمحت الظروف بذلك. ويعتبر جنوب كاليفورنيا مركزاً للحياة البرية التي يتم الإتجار بها. تم إطلاق 500 سلحفاة بحرية صغيرة في المحيط الهادئ في شمال كولومبيا في إطار جهد مجتمعي للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. وتم تحرير سلاحف ريدلي زيتونية وسلاحف الخشب الأسود في شاطئ بونتا بونيتا بفضل برنامج الحفاظ عليها الذي نفذته جمعية حراس المانغروف، وتعمل الجمعية بالتعاون مع مجتمعات الصيادين على رعاية البيض الموجود عبر الشواطئ والسلاحف المهددة بالانقراض في مركز ملجئها. وفي خبر آخر، حيث أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عبر حسابه في إنستغرام عن إقامة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية بعد موافقة بالإجماع من مجلس فيفا الذي كان قد أكد أن السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم عام 2034. جاء ذلك عقب إغلاق باب تقديم طلبات الترشح أمس وانسحاب أستراليا من السباق وبقاء المملكة منفردة في الترشح. تغلب الشقيقان السلوفينيان جيرنج وجوليا كرودر على الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية والمدافع عن اللقب ألبرتو جينس لوبيز من إسبانيا وزميلته في الفريق الأوكراني جينيا كازبيكوفا في نهائي الكبير لريد بول دول أسنت 2023 بتسلق مسار بطول 151 مترا على جدار سد فيرزاسكا في غوردولا بسويسرا، واستقطب الحدث في عامه الثاني 24 من أفضل المتسلقين في العالم الذين شكلوا 12 فريقا مختلطا بهدف اجتياز طريق يتميز بمسارين متوازيين ويتطلب مزيدا من أو مزيجا من القوة وخفة الحركة والتفكير الاستراتيجي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.